مجلس الوزراء يوثق ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس السيسي تحت عنوان حصاد 6 سنوات. الحكومة تنفي غياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية. وزارة الداخلية تواصل تفعيل المرحلة 13 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام تحت عنوان حصاد 6 سنوات يونيو 2014 يونيو 2020. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة. وأشار المجلد أنه تم الانتهاء من نحو 14,762 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 2,207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو 4,164 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 2,569.8 مليار جنيه. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن غياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية. ومن جانبها نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلك الأنباء، موضحة أنه يتم تعقيم وتطهير كافة مباني المدن الجامعية والغرف الخاصة بالطلبة والطالبات بشكل دوري طوال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب وفق جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بكل كلية. وفي سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءا من منتصف يوليو الجاري. وأوضح المركز أن مجلس الوزراء نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، وموضحا استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. تواصل وزارة الداخلية تفعيل المرحلة 13 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة. المزيد في سياق هذا التقرير. يبدأ هنا تجهيز العبوات التي سيتم توزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30. توزيعها يتم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تواصل وزارة الداخلية فعالياتها بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وتأتي من منطلق حرص الوزارة على تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي، والذي لا يقل أهمية عن دورها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. تلك السلع تم اختيارها بعناية وتعبئتها لتلبي احتياجات المستهدفين بالمساعدة. منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تتولى عملية التجهيز والتعبئة داخل الأماكن المعدة لذلك، تمهيدا لنقلها في سيارات مجهزة إلى المناطق المستهدفة للوصول إلى المستحقين من المواطنين، وهي المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية أيا كان موقع تلك المناطق. فالمبادرة تسعى نحو تحقيق المزيد من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتقديم الدعم لهم.
الأمان والرضا، المصير بلده في عيني وبيخاف عليه. وقد انطلقت مأموريات هدفها توزيع العبوات على المواطنين في أماكن إقامتهم وسكنهم. وفرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافه مش بس كلام. كما أقيمت شوادر مخصصة لهذا الغرض، روعي فيها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير وقائية لحماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا أثناء توزيع المساعدات. كل سنة وانتم طيبين وخلينا الرئيس يا رب. كل سنة وانتم طيب يا رئيس، ربنا يخليك ويخليك للغلابة. نشكر الرئيس وربنا يجعله حماية لنا. وهكذا، ومن خلال مبادرة كلنا واحد، تؤكد وزارة الداخلية على دعمها المتواصل للمواطن المصري. ختاما كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.